السلام عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في الصفحة 98 من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. اليوم إن شاء الله مع الكتابة الخط رسم تاء مربوطة، إذا تاء مربوطة وهناك التاء مبسوطة. اليوم سنرى رسم التاء المربوطة في آخر الكلمة. لدينا هنا واجهة، فتاة، فاطمة. إذن واجهة، جهة، ثم هنا لدينا فتاة، ثم هنا فاطمة، أراد أبي أن يصبغ واجهة منزلنا. أراد أبي أن يصبغ واجهة منزلنا. أراد أبي أن يصبغ واجهة منزلنا. الآن نمر إلى الإملاء. التاء المربوطة، أقرأ: أراد أبي أن يصبغ واجهة منزلنا. هنا التاء مربوطة، ثم فعرض عليه الصباغ ألوانا كثيرة. هنا جاءت التاء كذلك مربوطة ومتطرفة ليختار ما يناسبه. أراد أبي أن يصبغ واجهة منزلنا، فعرض عليه الصباغ ألوانا كثيرة ليختار ما يناسبه. ألاحظ وأكتسب، لدينا هنا مزرعة محبوبة، جدة صلاة. إذن نرى رسم التاء المربوطة هذا الشكل لما تكون مرتبطة بحرف قبلها، ورسم التاء المربوطة المتطرفة بهذا الشكل. إذن ف رسم التاء المتطرفة إما أن تكون على هذا الشكل عندما تكون مرتبطة بحرف قبلها، أو تكون متطرفة تأتي على هذا الشكل. الآن أنجز على لوحتي. ماذا أنجز على لوحتي؟ أستمع وأكتب ما يمليه علي أستاذي أو أستاذتي من كلمات. إذن ف سوف أستعمل اللوحة لكتابة ما يمليه علي أستاذي أو أستاذتي من كلمات بها تاء مربوطة. مثلا كثيرة،
مكتبة. مزواة. مسطرة. نافذة. مساعدة. بركة. كتبية. مناسبة. حافلة. راحة. واحة. سهلة. مسودة. 30 كلمات فيها التاء مربوطة. كثيرة. مكتبة. مزواة. مسطرة. نافذة. مساعدة. بركة. كتبية. مناسبة. حافلة. راحة. واحة. سهلة. ثم مسودة. إذن هذه كلمات بها حرف التاء المربوطة في الآخر.